الخير عليكم البنات، كي داير؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. المهم اليوم غادي نوريكم الروتين ديال وحده مريضه، ولكن صراحه الجو اول حاجه البنات يا ربي يرحمنا ويعطينا شي شتيوى يا ربي. هادشي اللي كنطلبوا بعدا نطلبوها في هاد الدعاء، يا ربي يعطينا شي شتيوى ويرحمنا ويغفر لينا ويسامح لينا، لان صراحه محتاجين الشتا. وثاني حاجه البنات شنو بغيت نقول لكم، ما تديوش على الصبر اللي ماما راهي غنحيدو اليوم. المهم اختكم كانت مريضه السخانه والعيا ويومين ديال السخانه، ما عرفتش ملي جاتني السخانه. المهم الطريق وقال ضربت واحد المسافه من هنا للمرجان على رجليا، كيقول لي راه جيت شطو طاكسي. وانا صراحه انا البنات كيعجبني المشي، كنلبس برديره كيعجبني نتمشى، ما عرفتش عزيز عليا المشي. وحتى ملي كنت صغيره كيعجبني، ما كنتش كيعجبني نتمشى، ولكن كنت صغيره كنعقل كنقول ماما هزيني، كنت معكازه، ولكن ماشي معكازه، الصحه ديالي على قد الحال وانا كنبغي ندير شي حاجه اكثر من جهدي. المهم ما كثرش عليكم الهضره اليوم، مشيت جبت معتمد، صبحات فيا السخانه ما شكيت عليكم، واخا داك ديت معتمد ورجعت ونعست مولاها ربي. قلتها لماما، قلت لها لا عجوزه تفلق راه جيت تفلق. تحيه كاع العكايزه، تا كنضحك معكم، هذا هو المثل المغربي. يعني واخا كانت عجوزتي صراحه مي كان مرض راه عارفاني، حيت عارفه النفس حاره، مي كتشوفني مرض راه عارفه اش كاين. صافي البنات كتشوف شي جبت معتمد بالله دسنيشه، جبت معايا الطحين، جبت معايا الفول وهذا الفول والجلبان انا كنخلطهم، وجبت معايا الخميره ويلا دخلت. بقات عليا جارتي جبت لي اربعه البيضات بنيين، حنا باقي البيوت الشعبيه المغربيه، واخا كنجدو ثقه ما بقاش ديك العلاقه ما بين الجيران كما كانت. سلام سلام. انا عرفتي البنات راه واحد البنت قالت لي كتبغي تبيني شعرك، راه الدره ديالي ما كنقدرش على الفنايات اصلا، حيدتهم من الدرك وعارفه اللي عنده الدراعي الصغار، وهذا كنشري المهم المناسبات وهذا، وكيبقى يزلق ليا مع شعري الا ما درتش البوني كيزلق ليا مع شعري. المهم قلت لكم دقات عليا جارتي جات لي هذوك البيض، ما عرفتش نعاود هذه اللقطه هذه تنشوفها المسحه، جات لي البيض حيت صورتها وما عرفتش. وجات لي الزيتون هاد المره مصايب وكل شيء قريعه، حيت ديك المره جاتو لي وشقاته، لا لا ما مشقوقش، باقي ما مشقوقش. والبنات اللي وريتهم الزيتون مشقوق انا نوريه لكم. ولي شقيت هو الشيء كيجي بحال كيولي بحال مسلاله، شفتو شقيته ودايره في هاد القريعه، مكنتش دايره في الثلاجه، مؤخرا درتو في الثلاجه حيت بقى واحد شويه وكنبدل ليه الماء، كنبدل ليه الماء والماء والملحه. هذا باقي ما مشقوقش، نعاود نشقو شتي كتر خيرها. المهم واخا حنايا راه ما عايشينش في الباديه وما عندناش العائله، الحمد لله الله يكثر خيرهم. كيدوقونا كندوقوا الحاجات الخارج وكندوقوا الحاجه ديال الباديه، يعني الحمد لله. الحمد لله قال لك الدعوات الانسان خلاتها ماما دائما احسن دعوه، كتقول لي كتقول لي الله يحبك وخلقك فيك، الناس لا بغاو احسن حاجه. هذه جارتي انتم تبارك الله زيتون تبارك الله، هذا خاصو غير يتشرمل، ما غاديش نشرملو، نتعب حتى نشرملو معاكم ان شاء الله. تبارك الله راه شي 2 كيلو هنايا وقيلا، ما عرفتش يمكن كيلو كيلو ونص بحالك. المهم شوف العبره الله يكثر خيرها. هذا غادي نشرملو، عندي ليه الثومه الكمون، انا بان ليا هنايا فيه وقيلا السودانيه والكمون يمكن قدي تتشرب لي، تنشربلو معكم ان شاء الله. دابا غادي نمشيو نشعل على الماء نعجن ونديرو الغدا. نعجن هي الاولى،
ونرد الغداء ونمشي نحيد عليه هذا الصبين هذا محدي واخا عيانه نحيدو عليا ما يبقاش هكا الديكور ديالو حيت باقا ان شاء الله باغا نشري واحد الشبكه ديال الصبين وصافي مشيت كنا للمرجان لقيتها ب 50 درهم 55 درهم وما عجبتنيش ديك الشبكه ديالها كبيره ما عندي ما ندير بها باش كتحط زعما الحوايج من السطح بغيت انا غير صغيره بارك عليا باش نلقى فين نحطها باش ما نكثرش عليا الباقلاج وصافي هادشي اللي كاين يلا كثرت عليكم الهضره يلا معايا كما كتشوفوا دابا غادي ندير الثومه وغادي ندير الملحه وكما عودتكم غادي نديرها تغلى شي شويه نحيد الكشكوشه ونسد عليها البنات اللي كيسولوني اسهلا ما كتعكيش العجينه راه غير ما كنبغيش نكب الكامون راه ما كنبغيش البنات ندير لكم فيديو جي طويل راه كندير الخميره فين هو الملحه درتها والماء كنعجن العجينه بسم الله تنكب الماء الطريقه ديالي سمحوا لي كنكب واحد الطريقه ديال الزيت باش ندير شويه السكر شويه ماشي بزاف شويه ديال السكر صافي وكنبدا نعجن كنعجن كنعجن عجينتي مديش على اختكم طابقه فيها الدخان السخانه نعجن عجينتي
وصافي غادي نديرو في البواطه ونديرو في الثلاجه. اه ونسيت واحد الحاجه، راه جابت لي حتى الزيتون نسيت ما وريتوش ليكم باش ما نخبي عليكم والو. البنات راه درت الزيتون في البواطه، والزيتون الاخر غادي نخليه في الطويجين حتى ان شاء الله نحطو مع البيصاره. بعد هو البطبوط ديالي حتى هو طاب، جات تبارك الله تنفخ ليا. صافي غادي نحطو، غادي نطيب دوك البطبوطات الصغار. هنا الشغل خليته مورا الغدا حيت غنغدي معتمد بالله، و قلت لكم هنايا غديت معتمد بالله. صافي وغادي ندي معتمد، غنرجع نشر التصبين ديالي اللي صبنت. البنات ها هو راجلي جا دابا هنايا، حطينا زبيتنات البطبوط اللي صايب، شويه الهريسه في داك الحكيك، والبصاره. صافي هنايا كنطلق الكاشه، ضروري كنطلق بطانيه في هذا البرد. صافي البنات كما كتشوفوا مصبنا المسناد وهذا. ما مولفاش نخلي انا الشغل مور الغدا، ولكن حيت جففت بيت النعاس ونهار السبت كنت مسحت ليه العود ومسحت الشراج، فكنت محيده كل شيء كما قلت لكم. واليوم جففت الارض، مديت معتمد ونشرت صبيني. مور الغدا قلت صافي غادي نحيد عليا انا هاد الناموسيه. كما كتشوفوا انا كندير جوج بطانيات مع هاد الايام تاع البرد، ما كنديرش ليزار. وصافي وغادي نقاد الناموسيه ديالي وصافي، وغادي هادو صبنتهم كما قلت لكم. كل مره كنصبن وحده، ديك النهار صبنت الخضراء، صبنت دابا الزرقاء. كان كيجيو ساهلين في الماكينه، خفافين، كيتغطى بهم معتمد هكذا غير ف كيكون جالس كيتفرج ولا شي حاجه. وصافي غادي نطوي التصبين ديالي كامل، نحيدو عليا هاد البطانيه، نرجع للبوشيطه. كان جاوني ديك المره الضياف وجبدتها، دابا غادي نرجعها لبلاصتها، مع خليتها غير في الصاله ما رجعتهاش. هاد المره صافي غنرجعها. واو البنات اللي قالوا لي على البلازما بالصحه، الله يعطيكم الصحه وشكرا لكم بزاف. و
غادي نفرش الزربيه كما قلت لكم، غندير غير هاد الوحده هادي وصافي. هانا ساليت واخيرا هالبنات راه وصلت الخمسة ديال العشيه والشغل ما كيساليش. انا صافي طلقت الكوفرلي هادي اللي قلت لكم صبنتها البنات، والله الا باغي نبكي وكنشتف عليها برجلي حيت كان البرد، هذيك رجعتها تما حسن وصافي تنصبن الاخرين عاد نشرو نطلقهم هنا. وانا طلقت الشوم وعدوك اللي شريت بخمسة دراهم، طلعت الريحه ديالهم زوينه فيهم، وكي ماشي دوك بحال الشوم كيكونوا مزيانين تيكون فيهم الريحه حسن، ماشي صراحه فيهم شي ريحه مجهده بحال الشوم اللي كيكونوا غاليين. هنا غنقول لكم سلامه وما تنساوش لي لايك حتى نمشي نجيب ولدي معتمد بالله. مع السلامه وشكرا لكم.